نعم طبعا تعلمين ويعلم المشاهد الكريم ان في هذا الوضع في غايه الحرج. هناك تحشدات عسكريه تقودها تركيا للاسف الشديد، ومعظم هذه التحشدات تاتي من خلال استقطاب المفرزقه من كل مكان وخصوصا من سوريا للاسف الشديد. وبالتالي الجيش يقصد بهذا التحذير هي التحركات التركيه التي كثرت في العقود الاخيره في الولايات الاقليميه الليبيه وقباله المدن التي تركز فيها او يتمركز فيها الجيش الليبي. فقط هذه التحركات الان مستفزه وتزداد استفزازا كل يوم، حتى ان العمليه الاوروبيه المختصه في مكافحة أو حظر أو المشرف على حظر طيور السلاح إلى ليبيا لم تستطع عمل شيء لهذا التدفق عبر البحر في السلاح القادم من تركيا. وتركيا تحاول حتى أن تدخل المياه الإقليمية وتعبر من خلالها إلى داخل ليبيا، ما يعني هروبها من المياه الدولية اللي مسؤولة عنها هذه العملية، أقصد العملية الأوروبية. يعني دخول المياه الاقليميه الليبيه قد يزمتها الملاحقه، وبالتالي هنا ياتي دور الجيش الليبي ربما لانه فطن لهذه العمليه واراد ان يواجه مثل هذا التحذير. طيب. الجيش الليبي لديه طبعا سلاح جو معروف ويمكن بالفعل ان يهدد القطع البحريه التي تعبر المياه الاقليميه او على الاقل في الحدود التي يمكن ان يصل اليها سلاح الجو. اذا انا ارى ان المستهدف الاول من حديث الجيش عن البحر وعن دخول المياه الاقليميه مقصود طبعا الدوارج والسفن العسكريه التركيه التي تحاول الاقتراب من السواحل. طيب هل هناك تنسيق بين الجيش الليبي والقوات الاوروبيه التي تعمل في مهمه ايريني؟ هل هناك تنسيق بينهم لتفادي الصدام بين الجيش الليبي وتلك القوات؟ حتى الان لم تجد اي معلومات عن وجود مثل هذا التنسيق، لان العمليه الايرانيه هذه ليست عمليه محكمه للاسف الشديد، حتى انها عجزت عن التصدي لهذا تدفق الاسلحه من تركيا، لان تركيا تحمي سفن التي تحمل الاسلحه بدارجات حربيه تركيه. وسبق ان حصل شبه تصادم بين قطاع عسكريه فرنسيه وتركيا وجرى الحديث عليها حتى من الرئيس الفرنسي في مره سابقه. كل هذا طبعا ينبئ ان هذه العمليه لا تستطيع ان تقوم بعملها على الارض الاسفل رغم الدعم الدولي ورغم حتى دعم مجلس الامن لهذه العمليه. لا اتصور ان هناك تنسيقا بين الجيش الوطني لهذه العمليه، لان الجيش الوطني لا يرى في جدوى التنسيق مع عمليه ايرين لانها لا تقوم بعملها كما يجب. كما هناك احتماليه تصادم بين الجيش والقوات. دكتور فوزي هل تسمعوني؟ أيوة. هناك احتمالية تصادم بين الجيش الليبي وهذه القوات، لابد من التنسيق، ما رأيك؟ نعم، لا هو بالتوضيح أن الجيش الليبي قال أن عملياته سوف تشمل القطع العسكرية التي تدخل إلى المياه الإقليمية الليبية، وبالتالي فهذا حق حصري طبعا للجيش الليبي أن يدافع عن الحدود الطبيعية للبلاد. اما عمليه ايريني وكلها تجري في المياه الدوليه للبحر المتوسط، ما يعني انه احتماليه الصدام طبعا غير موجوده لان كلهم يعمل في منطقه مختلفه. هناك حدود طبيعيه طبعا يقرها العالم ومعروفه بحريا، هي هذه التي يقصدها الجيش ان يحمي الحدود سواء بريه او بحريه، والعمليات الدوليه مثل ايريني او غيرها كل شغلها موجود او منصب على البحار او على المياه الدوليه التي حق للجميع طبعا الابحار فيها بشروط. طيب هل تحذير الجيش هذا مؤشر على ان الجيش يتلقى دعما اقليميا او دوليا، ام ان لديه القوه البحريه والجويه الكافيه لصد خروقات قد تطال ليبيا؟ دكتور فوزي هل تسمعوني؟ دكتور فوزي يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور فوزي الحداد الكاتب والصحفي، كان معنا من طبرق. شكرا لك دكتور فوزي.